مش قال خلاص بقى ما انا اتشغلت ودخل على القصر ينام. فسنة النبي أن تقضي كل ما فاتك لو انشغلت وكنت معتادا فعله. واضح؟ دي سنة مهمة ميتة. من أحيا سنة من سنن النبي وقت موتها لو أجر 70 شهيد. مش يفوتك السنة تقول الحمد لله فات وقتها خلاص تقوم تقبل على ما هو آت، لا، اللي فات كمان تقضيه عشان تبقى أهل همة وأهل عزائم. النبي كان يحب العزيمة، والرخصة استثناء، مش تبقى هي حياتك كلها رخص، ده رخصة دي عند الضعف، عند الإيه؟ الضرورة، لكن حياتك مبناها العزائم. أمته أمة العزيمة مش أمة الرخص. الرخص بس لرفع الحرج فترة زمنية مؤقتة، لكن ما تعتدهاش وتبقى هي دي حياتك. كن من أهل العزائم، لأن نبيك نبيك أبو العزائم صلى الله عليه وسلم. من كتاب تأويل السلف لصفات الله تعالى للشيخ الأستاذ الدكتور محمد ربيع الجهلي، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعاملها السابق جامعة الأزهر الشريف رضي الله عنه وأرضاه. كنا قرأنا في بعض الصفات التي احتار فيها بعض المجسمة كالوجه والعين واليد، واعتبروا أنها جوارح لله عز وجل، تعالى الله عما يصفون علوا كبيرة. فتكلم على صفات الله الخبرية كالوجه، ووقفنا على صفة العين. ورد لفظ العين في القرآن الكريم، والحقيقة أن هي مش صفة، العين ليس صفة. العين دي لفظ جاء في القرآن متعلقا بالله، وليست صفة من صفات الله. صفات الله أنه بصير وأنه سميع، مش من صفات أنه ليه أذن أو ليه عين، لأن دي جوارح. فيبقى تأتي هذه الألفاظ مهمة تحتاج إلى إيه؟ فهم. فسبحان الذي تنزه عن تنزيه المنزهين بآيات التنزيه، وتنزه عن تنزيه المجسمين بآيات التنزيه، وتنزه عن تنزيه المجسمين المنزهين بألفاظ التشبيه، عشان يعجز الفريقين حتى يدرك الجميع أن الدخول إلى الإيمان بذات الله من باب العجز عن الإدراك لا من باب الإدراك سبحانه وتعالى. فأعجز المنزه وأعجز المجسم، أعجز الكل لأنه قاهر فوق عباده. فلفظ العين ورد في القرآن منسوبا إلى الله. فهيتكلم بقى كيف فهمه أهل السنة والجماعة من الجيل الأول، وهو جيل الصحابة والتابعين وتابع التابعين. يقول: ورد لفظ العين في القرآن الكريم مفردا ومثنى وجمعا 57 مرة، والمسند منها إلى الله تعالى 5 مرات، إحداها بالإفراد وبقيتها بالجمع أعين، ولنتتبعها لنرى تأويل السلف لها. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الإمام الشوكاني: ولتصنع على عيني، أي ولتربى وتغذى بمرأة مني. يقال: صنع الرجل جاريته إذا رباها، وصنع فرسه إذا داوم على على فيه والقيام عليه. وتفسير على عيني بمرأة مني صحيح، قال النحاس: وذلك معروف في اللغة. وقال أبو عبيدة وابن الإنباري: إن المعنى لتغذى على محبتي وإرادتي، تقول اتخذ الأشياء على عيني أي على محبتي. قال ابن الإنباري: العين في هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة والاختيار، من قول العرب: غدا فلان، غدا فلان على عيني، أي على المحبة مني. وقال الإمام الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ولتصنع على عيني، ثم قال: فأولى التأويلين به التأويل الذي أوله قتادة، وهو: ألقيت عليك محبة مني ولتغذى على عيني، ألقيت عليك المحبة مني. وعني بقول على عيني بمرأة مني ومحبة وإرادة. وقال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، جاءت بلفظ جمع، واصنع الفلك بأعيننا. روى الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، قال: بعين الله تبارك وتعالى. ويقول البيهقي: والجمع فيه على معنى التعظيم السابق. وما ذكره البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره الإمام الطبري في تفسيره عنه وعن قتادة. وقال تعالى: فأوحينا إليك أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا.
ويقول ابن جرير يقول: فقلنا له حين استنصرنا على كفره قومه اصنع الفلك ويستفين، حين استنصرنا على كفره على كفرة قومه يعني سيدنا نوح، اصنع الفلك ويستفين بأعيننا، يقول بمرأة منا ومنظر ووحينا، يقول وبتعليمنا إياك صنعتها. وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال الطبري: وقول تجري بأعيننا يقول جل ثناؤه: تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأة منا ومنظر. وذكر عن سفيان في قول تجري بأعيننا يقول بأمرنا. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يقول الإمام الطبري يقول تعالى ذكره، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا محمد: واصبر لحكم ربك يا محمد الذي حكم بي عليك، وامض لأمري ونهي وبلغ رسالاتي فإنك بأعيننا، يقول جل جلاله ثناؤه: فإنك بمرأة منا نراك ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. هكذا أول السلف كل الآيات القرآنية التي ورد بها العين والأعين، وما قالوش نصف الله بما وصف به نفسه يبقى له عين، لأن العين هنا مش وصف، دي جاءت الجملة. فشفت بقى التلبيس، تلبيس إبليس في أذهان فقير الوهابية ومن كان على شكلتهم من الجهلة. تعالى الله عما يقولون. اليد، ورد ذكر اليد في القرآن 103 مرة، المسند منها إلى الله 15 مرة، بعضه جاء بصيغة الإفراد، وبعضه جاء بصيغة التثنية، وبعضه بصيغة الجمع. ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال الإمام ابن جرير الطبري: وفي قوله يد الله فوق أيديهم وجهان من التأويل، أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى الله عليه وسلم، والآخر قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته على العدو. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. وعنه وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الإمام الطبري يقول تعالى ذكره: وقالت اليهود من بني إسرائيل يد الله مغلولة، يعنون أن خير الله ممسك وعطاءه محبوس عن الاتساع عليهم، كما قال تعالى ذكره في تأديب نبيه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وإنما وصف تعالى ذكره اليد بذلك والمعنى العطاء، لأن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب بأيديهم، فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجود وكرم أو ببخل وشح وضيق، بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه. فخاطبهم الله بما يتعارفون به ويتحاورونه بينهم في كلامهم، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني بذلك أنهم قالوا: إن الله يبخل علينا ويمنعنا فضله، فلا يفضل كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها بعطاء ولا بذل معروف. تعالى الله عما قال أعداء الله، وقال الله مكذبهم ومخبرهم بسخطي عليهم: غلت أيديهم. وهنا ربنا قال لي: بل يدهم مبسوطتان، لأن يد بالقبض ويد بالبسط، يقبض ويبسط، فيد يعني عن القبض ويد عن البسط، لأنه يعطي في المنع ويمنع في العطاء سبحانه وتعالى. فهي المسألة كده، لأن الإنسان بين قبض وبسط، بين عطاء ومنع. قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال الإمام الشوكاني: أي ما صرفك وصدك عن السجود لما توليت خلقه من غير واسطة، وأضاف خلقه إلى نفسه تكريما له وتشريفا، مع أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد. قال مجاهد: اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازا، كقوله: ويبقى وجه ربك. وخيل أراد باليد القدرة
يقال ما لي بهذا الأمر يد وما لي به يدان أي قدرة. ومنه قول الشاعر تحملت من زلقاء ما ليس بد ولا للجبال الراسيات يداني. وخيل التثنية في اليد للدلالة على أنها ليست بمعنى القوة والقدرة بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه، مع ملاحظة أن التثنية لا تدل دائما على حصول العدد بدليل قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ومع ملاحظة ما قاله الإمام الرازي لو كان تخليق آدم باليدين يوجد مزيد الاصطفاء لكان تخليق البهائم والأنعام بالأيدي يوجد رجحانها على آدم في هذا الاصطفاء لقوله تعالى بصفة تخليقها مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، مع ملاحظة أن إثبات صفة أخرى مؤثرة في خلق آدم غير صفة القدرة التي يكون بها الإيجاد والإعجاب مما لا دليل عليه ولا تثبت صفاته تعالى إلا بالدليل. هكذا ينقل الطبري عن ابن زيد تفسيره للفظ الأيدي من سورة صاد بمثله من سورة الذاريات. فهل لنا اقتداء بالإمام عبد الرحمن بن زيد أن نحمل الآية الثالثة على المعنى نفسه ويقول تعالى في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، والآيات الثلاثة تكرر فيها لفظ الأيدي جمعا وقد أول السلف الأيدي بالقوة في آيتين منها. قول تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال الإمام الطبري يقول تعالى ذكر والسماء بنيناها سقفا بقوة وبنحو الذي قلنا بذلك قال أهل التأويل. ثم ساق الطبري ست روايات كلها تنص على لفظ بقوة عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن منصور وعن مزيد وعن سفيان. من زي التنين المخبري يقول لك له يد ليست كأيدينا، يقولوا كده هم، يقول لك هنا ابن عباس يقول لك بقوة، هم يقول لك له يد زي أيدينا ويدعوا ان ده تأويل السلف. شفت التلبيس ابليس في كتابه يدعوا ان ده تأويل السلف. ابن عباس ده سلف ولا خلف؟ سلف. ويقول لها بقوة، هم يقول لك لا لا يد ليست كأيدينا ولا هو أصابع. طب والصوابع ليها ضوافر؟ طب يقص ضوافر ولا لا؟ شغل بقى تهريج، شغل تهريج لا يصح، لأنك أنت تصور الله في عقلك صورة وتجعله له جسم وجوارح ثم تعبد جسمه. ده تهريج لا يصح. أهل الإيمان أن يصلوا إلى هذه الوقاحة. ويقول الإمام البيهقي قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بأيد قال بقوة، وعن مجاهد في قوله عز وجل والسماء بنيناها بأيد قال يعني بقوة. ولفظ الأيدي بالجمع ورد في القرآن الكريم ثلاث مرات في سورة الذاريات في الآية السابقة والثانية في سورة صاد وهي ليست داخلة في موضعنا، علشان نقول الأيدي والأبصار مش داخلة في موضعنا لأن ده منسوب للأنبياء المصطفين لبصار، وهي ليست داخلة في موضعنا لكننا نريد أن نقرأ ما سجله لنا الإمام الطبري عنها ويقول تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. قال ابن جرير يعني بقوله ذا الأيدي ذا القوة والبطش الشديد في ذات الله والصبر على الطاعة. وسقى عدة روايات عن ابن عباس والتابعين تؤكد ما قال. ثم قال قال ابن زيد قول داود ذا الأيدي في عبادة الله الأيدي يعني القوة، يعني داود ذا الأيدي يعني ذات القوة في عبادة الله. إذا كان مع العبد بنأولها نقول القوة، يبقى مع الرب نخليها جارحة. إذا كان العبد اللي هو أصلا مخلوق من جوارح نقول دي مؤولة. تيجي مع الرب تجعلها على حقيقتها. تلك إذا قسمة ضيزى. وقرأ والسماء بنيناها بأيد قال بقوة. وهناك ثلاث آيات قرآنية تتحدث عن نعمة إرسال الرياح وكيف أنه تعالى أرسلها بشرا بين يدي رحمته. وإذا تأملنا النص وجدنا أن الأيدي أضيفت في الآيات الثلاثة إلى صفة رحمته تعالى وليست إلى ذاته جل في علاه، عشان كده ما نقولش أن اليد صفة ذاتية، بصفة فعل، صفة ظهور الرحمة. لا حول ولا قوة، زي الاستواء صفة فعل مش صفة ذات. يوم هو يقول لك في خطبة الجمعة الحمد لله الذي استوى على عرشه بذاته، هو ربنا قال بذاته استوى؟ دي ليه جبت بذاته دي؟ جايبها منين أنت؟ جايبها من ايه؟ من عقله الفاسد. ده بيقولوها كده في خطب جمعه. فنسال الله السلامه مما هم فيه. طب يعني ايه استوى على العرش؟ المعنى الصح. يعني تم له الملك والقهر. اما تقول فلان استوى على عرش البلاد يعني ايه؟ يعني صار الامر بيده.
وزمام الامور بيده. وهي تفهم على بعضها كده، ما نسالش استوى يعني ايه لوحدها، لا استوى على العرش كده على بعضها جمله، اكسبريشن جمله على بعضها كده تتعرف معناها انه قائم فوق عباده، ان سبحانه وتعالى احاط بكل شيء وان مقاليد الامور كلها بيده، نفهم منها كده. لكن هم لا، يمسك بقى العرش ويمسك استوى وقعد ازاي ويمسك على الكرسي زي ما انا جالس، ويقعدوا يتكلموا كلام تهريج، ولا عقل الطفل اللي في الحضانه لسه متصور ربنا قاعد على كرسي وقاعد على العرش ومدد رجليه على الكرسي، متصورين هذا؟ والله بيقولوا كده في كتابهم، والله لا افتري عليهم، والله كتابهم يوزعوا الحجاج مكتوب فيها كده، لا وسايب مكان على يمين العرش عشان النبي هيقعد عليه يشفع فيه بين الخلائق كمان، يعني تخي شويه عشان سيدنا محمد يقعد على يمين، والله كاتبين كده في كتابهم، نعوذ بالله مما كتبوه، ويدعوا ان هم اهل السنه والجماعه دي المصيبه، ويلبسوا على الناس امر دينهم، ويعملوا قنوات فضائيه، ويقولوا ان هم اهل التوحيد، وهم اهل التوحيد، فاحذروهم. واذا تاملنا النص وجدنا ان الايدي اضيفت الى في الايات الثلاث الى صفه رحمته وليست الى ذاته جل في علاه. ورد ذكر اليمين والقبضة في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الإمام الشوكاني: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، القبضة في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك، فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه، كما يقول هو في يد فلان وفي قبضته للشيء الذي يهون عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه. وكذا قول: والسماوات مطويات بيمينه، فإن ذكر اليمين للمبالغة في كمال القدرة، كما يطوي الواحد منا الشيء المقدر له عليه بيمينه، واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك. يبقى في قبضتي ده تشبيه حالة، مش تشبيه جزء، تشبيه حالة كمال القدرة والتصرف، مش تشبيه بقى بص القبضة وقول لي لو قبضة، لا ده معناها حالة، بيشبه الحالة نفسها، زي ما يبقى الشيء اللي في قبضتك أنت قادر عليه تتصرف عليه بشيء بطريقة الأمور والأكوان مع سعتها في قدرة الله مثل هذا، فده تشبيه فقط، تشبيه لحالة بحالة وليس صفات ذاتية. فين العرب اللي بيفهموا عربي؟ جايين من أي بلاد دي؟ اللي بيقولوا الكلام كأنهم ما يعرفوش لغة عربية. يقول لك ما فيش مجاز. أنت فضلت تقول ما فيش مجاز لحد ما بقى ما فيش جاز. حاجة غريبة. قال الأخفش بيمينه يقول في القدرة نحو قوله: أو ما ملكت أيمانكم، أي ما كانت لكم قدرة عليه، وليس الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد. ومنه قوله تعالى: لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة والقدرة. والأخفش المذكور شيخ القراء وشيخ لغة العرب، وده ميت سنة 291 هجرية، يعني من السلف، وهو ما يقول السلف ما قالش ما أولش، شوف الكذب، يقول لك السلف ما أولش، اللي أول كده هم الأزهر، بس أزهر الشريف ولا عقدته أشعرية برضه. طيب الإمام الأشعري نفسه ميت في قبل 302 هجرية، يعني ميت في الأوائل، برضه من السلف الصالح يا أبو الحزم الأشعري، اللي عايزين يطلعوه إن هو أول من أول وأول من خالف عقيدة السلف الصالح، وهم اللي طلعين كل دي إشاعات ويفضلوا يكرروها لدرجة يصدقوها وهي إشاعة. وأرد ذكر اليمين دون ذكر القبضة في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال الإمام البيهقي: قال الفراء: اليمين القوة والقدرة. وقال في قوله: لأخذنا منه باليمين بالقدرة والقوة. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف على قوله الجمل. يا الله.